بيتر، اهلا بيك في وقت تاني من اوقات مؤتمر ريسات. احنا مبسوطين ان انت لسه معانا النهارده، ومبسوطين ان احنا هنكمل اليوم مع بعض. انا اللي مبسوط اكتر ان انا بكمل معاكم. الترنيمه اللي انت هترنمها سولو دلوقتي اسمها اشكي لمين، وبرضو انت اللي كاتبها، فاحكي لي انت كتبت الترنيمه دي ليه. كنت مريت بموقف معين كده في يوم، خلاني مش عارف اشكي اللي جوايا، مش عارف اعيط، مش عارف اتكلم مع حد، مش لاقي حد جوايا، عندي حزن رهيب وكآبة جوه قلبي غريبة الشكل. وكنت ماشي في الشارع لوحدي، طب انا عايز اشكي لمين؟ يعني انا عايز اشكي لحد، مين بقى؟ مين اللي يسمع؟ طب مين يسمع وما يتكلمش؟ ما يقوليش اعمل كذا، لا انا عايز حد يسمعني وما يتكلمش. انا مش عايز رد فعل من اي حد، بس انا عايز اشكي اللي جوايا. فقلت له يا رب انا عايز ترنيمة اقول لك فيها، لان انا عايز اشكي لك انت. فلما بدات احكي مع ربنا واقول له اللي جوايا، وبدات اقول له حصل كذا وكذا وكذا وكذا، فهو ما ردش عليا. فبدات اقول له انت الوحيد اللي تعرف تسمع. بس فين الحته اللي في الترنيمه اللي كانت قويه عليك انت؟ يعني فين الحته في الترنيمه دي اللي انت كنت حاسس انه دي قويه قوي؟ في حتتين وجعي جوه بير ملوش قرار، لان انا كنت حاسس انه لا، مفيش حد حواليا يعرف يحس باللي فيا خالص، ومفيش غير وحده يسوع هو الصديق القريب ليا. دي كانت اقوى حته، او اقوى من اللي فاتت، لانه انا في الوقت ده وانا ماشي انا شفت ربنا على يميني وبيسمع، عمال يسمع. اعزائي المستمعين، انا عايز اسيبكم مع الترنيمه الجايه، ارجوكم اسمعوا بكل اهتمام. ترنيمه عظيمه، الوقت هيقول والسنين هتقول ان ده كلام مهم، الناس هتقعد ترنمه شويه. بيتر اشكرك، هنسيبك مع الترنيمه الجايه. اشكي لمين حالي ووجعي جواه بير ملوش قرار، وحزني موالي واغنيتي في الليالي والنهار. اشكي لمين حالي ووجعي جواه بير ملوش قرار، وحزني موالي واغنيتي في الليالي والنهار. مين يفهم؟ مين يحس؟ مين يسمعني وبس؟ مين يفهم؟ مين يحس؟ مين يسمعني وبس؟ من حبه هو القرار والاختيار، مفيش غيره وحده يسوع هو الصديق القريب ليا، عنده الشبع والاي جوع مداوي الجروح اللي فيا. مفيش غير اللي اسمه يسوع هو صديق القريب ليا، عنده الشبع والاي جوع مداوي الجروح اللي فيا. ومهما الالام توجع هو الطبيب بيسمع ويداوي، ولو الزمان يرجع هختاره هو ربي وإلهي. ومهما الآلام توجع هو الطبيب بيسمع ويداوي، ولو الزمان يرجع هختاره هو ربي وإلهي. هو اللي كان مكاني ساب زمانه واختار زماني، هو اللي كان مكاني ساب زمانه واختار زماني، كل الظروف في يسوع أماني. مفيش غيره وحده يسوع هو صديق القريب ليا، عنده الشبع والاي جوع مداوي الجروح
اللي فيا مفيش غيره وحده يسوع هو صديق القريب ليا عنده الشبع والقاي جوع مداوي الجروح مداوي الجروح.